مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في الموسم الثالث لبرنامج افتح قلبك. خلوني نقول لكم اني توحشتكم بزاف بزاف، وعلى بالي انكم انتم كذلك توحشتونا، لانكم بعثتونا الاف الرسائل عبر صفحتنا في الفيسبوك. اذا ولينا لكم بكل حب وبكل اراده باش نحققوا هدف برنامج افتح قلبك، اللي هو لم شمل العائلات ونشر قيم التسامح وكذلك الحوار والمحبه بين الناس. ان شاء الله راح تلقاو دائما يدينا وقلوبنا مفتوحين باش نستقبلكم. اللي حبي يشارك معنا ما عليه غير يتواصل معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك افتح قلبك، او يتصل بنا عبر الارقام المتواجده اسفل الشاشه. اذا قبل ما نبداو حبيت نحيي الجمهور الرائع المتواجد معنا اليوم. كذلك اعطوني تحيه كبيره كبيره لزميلتي شهرزاد المتواجده في الاستوديو الفرعي. شهرزاد مساء الخير. مساء الخير مدام سليمه، واش راكي كي بخير؟ الحمد لله وانت؟ ربي يخليك. والله الحمد لله. قولي لي واجده ان شاء الله باش نبداو الموسم الثالث. ان شاء الله ان شاء الله في هذا الموسم الثالث كل الضيوف راح يشرفونا بحضورهم ان شاء الله. إن شاء على بركه الله. شكون فينا اللي ما يعرفش حديث النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. سبحان الله، يعني الله عز وجل حط مرتبة كفيل اليتيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاره في الجنة. يعني علاش باش يجوستمو يعني يشجعوا بعضنا أننا نتكفلوا بيتيم ونعطوا له فرصة أنه يكبر في جو عائلي بعيد على مراكز الأيتام. ضيفتي لي نهار اليوم طفلة مجهولة النسب، كان عندها الحظ أنها تكبر وتترعرع ويكون عندها أب وأم رباوها وتكفلوا بها. نستقبلوا مع بعض نور هان. أهلا بك نور هان، مساء الخير. لاباس؟ صافا؟ تفضلي نور هان. نور هان واش راكي؟ صافا الحمد لله. لاباس؟ سليمه. لاباس؟ شحال في عمرك نور هان؟ 24 عام. الله يبارك. 24 سنه، من جيتيني؟ الجزائر العاصمه. جيت سيدي عبد الله. الله يبارك الله يبارك. سي لا نوفيل سيتي هذه سيدي عبد الله. وي جدد. وقولي لي واش ديري في حياتك؟ تقراي تخدمي واش ديري؟ نخدم موسيقى دي جي. الله يبارك. دي جي في العراس؟ وي. ايه بس سوبر. واش رايح حوالي العراس الجزائريه؟ شويه دوك راهي حابسه الحاله باسكو الصيف. الخدمة كاع في الصيف دوكا، ربي يعمل ان شاء الله. ان شاء الله من داك. ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليك. شوفي نور هان، قبل ما تبداي تحكي لي قصتك شوفي معايا التقرير ونعاود نولي لك. شوفي معايا. الانسان يعيش حياة هادية ومستقرة وسط أسرة متكونة من الأب والأم والإخوة، تمر طفولتهم بسلام. لكن فجأة تنقلب الأحوال لما يعرف أنه ليس من لحمهم ودمهم، بل هو مجرد طفل تبناوه. ومع مرور الأيام يكشف المستور ويسقط القناع، ليطرح الحائر سؤال: أنا شكون؟ وهذا هو السؤال اللي طرحته نورهان على نفسها لما عرفت الحقيقة. على هذا النحو في هذا السياق نتعرف على قصة نورهان اللي جات البرنامج افتح قلبك وفتحت قلبها وحبت تستضيف الأب ديالها اللي تكفل بها وتبناها، وفي ذهنها العديد من الأسئلة حابت تطرحها عليها. فهل السيد رابح رايح يجاوب عليها وبكل صراحة ويفتح الستار بينه وبين نورهان؟ نورهان حبيبتي، بداي احكي لي القصه ملي كنتي صغيره وارواحي معايا. بون، ملي كان في عمري دو موا باسكو انا يما كي زيدتني جابتني في لوبيتال تاع زيغالدا. خلاتني انا على حساب واش قالوا لي في لوبيتال. خلاتني وراحت ما حبستش كامل تفهم. ابري جا ابري دو موا باسكو هما يخلوك نورمالمون تخوا ما ماليش انايا. جا بابا كان ديجا حاب يجيب طفله يربيها ايتو. داني رباني باباك، يعني هذا الاب اللي تكفل بيك هكا.
داني رباني مع بون عندي ثلاثة خاوتي. الحمد لله جامي حسيتهم بلي ماشي خاوتي. هما يعني ولاده من صلبه. اه يعني هو عنده الاطفال بصح حب يزيد يربي بنت. عندي ثلاثة خاوتي ما عندوش طفلة. ايه واش راني نقول لك، هو عنده الاطفال ما عندوش طفلة فقط. قال لك انا عندي ثلاثة ولاد بصح انا حبيت نجيب طفلة، راح انت يعني جابك من المستشفى هكا وتكفل بك منذ كان في عمرك شهرين. دمه. اه ومن بعد كيفاش، احكي لي كيفاش تربيتي مع خاوتك هادو؟ جامي حسيت بلي ماشي خاوتيه. حتى ما كي عرفت زعما بلي هذوك الدار ماشي دار نائيتو، صح جامي حسيت زعما بلي الحمد لله. قولي لي حاجه نورهان، قبل ما نبداو نحكيو على هذا الموضوع، احكي لي كي كنتي صغيره كيفاش كانت طفولتك، كيفاش كانت يعني الدراسه تاعك، علاقتك مع خوتك، شفتو هما ثلاثه، هما ثلاثه تكبر ديجا. الحاجه الاولى كي داني بابا رباني، ماما حكاتها لي. واش قالت لك؟ قالت لي بلي داروا لي اسبوع. اسبوع بزاف شباب ما حصلش. داروا لك اسبوع رائع. داروا لي واحد الاسبوع. قالت لي ماما الحومه كاع قعدت تحكي عليه. ما كاينش منها. وماني اللي خرجتني. فداك بونا اسمي نورهان. ماني كي خرجتني قالت لهم ما نزيدوش تعيطوا لها نورهان، عيطوا لها حنان باش كي تكبر تخرج حنينه. وكيما كان الحال قعدوا يعيطوا لي حنان، وكي كبرت صح خرجت حنينه ماشي حوحو شكون روحو. صح الله يبارك الله يبارك. وبعدا نورمال كي كبرت قريت كيما كاع الدراري. كي عرفت اللي شغلت اللي يعني تاثرتي شويه. قولي لي واش من العام عرفتي باللي يعني انت طفله يعني متبنيه ولا تكفلوا بك؟ قداش عليك اختي سليمه، ملي كنت صغيره بون كنا نروحوا لا فامي. كي نقعد هكا ولا شتي حنا هي في وجهك تغمز لصاحبتها شتي اللي مربيتها فلانه، شط ريح نغزر بصح ما نفهمش بس كنت شويه صغيره. ومن بعد شط كي بديت نكبر شويه هكذا بديت نسمع فيها من الزنقه. فلانه جاي، انا في الاول كي كانوا يعايروني بالسبيطار باسكو حنا عندنا جيراننا كي يعايروني بالسبيطار نقولها يوفاقو انا قال زايده في السبيطار ماشي كيما انت جبتك يمك في الدار. انا حسبت لك تن زايده في السبيطار تعايرني هكذا ما كانش على بالي. ما كنتش على بالك. بعد شوت دائما المهم حكايه ماشي وحده ماشي زوج ماشي ثلاثه، بصح قلت هادو واش بيهم يعايروني هكا. رحت حكمت ماما. ماما كي نحكمها تروح تحكم الناس، ماما شغلت ما تحبش عليا وكامل. تقول لهم علاش كنت تهضروا؟ تروح تحكمهم. وليت ما نحكمهاش نخليها في قلبي ونسكت. ايا وبعد واحد الخطره نشفى لها تان ضاربت مع وحده جارتنا، كان خويا الكبير في الدار. رحت نبكي قالت البنت دخلي ملك طابت السبيطار خليك منها. رحت نجري خويا رحت ليه كي حكيتها له نشفى لها الفرد الهاموس وراح ليها. يعني زعف على جالك كيفاش انت طفله وجات عيراتك وغيظاتك بهذه الكلمه هذه تاع هذا ما كان ماشي زعما بصح. صح قولي لي نورهان شحال كان في عمرك لما انت عرفتي؟ كي كونفيرميت صح كان في عمري واحد 15 اون هكذا 15 سنه. يعني قلت له بابا عطيني خرج لي بابي. يعني في سن المراهقه سن صعب. يعني قلت له تلقيتي هذاك الخبر كيفاش تلقيتيه؟ قلت له بابا عطيني خرج لي بابي. بابا كل ما نقول له عطيني خرج لي بابي يقول لي لا انا خرج لك ما تعيش روحك. هذاك النهار قعدت ننسيستي قلت له لا انا اللي خرج لي بابي. ريح نشفى لها قعد معايا حكى لي. وعلاش انت كنتي حابه انت تخرجي الاوراق تاعك؟ باش نكونفيرمي باسكو شغل لحقني الميساج بلي وحده كي يكونوا متبنيينها ما يماركوهاش في ليفريت فامي. حبيت نشوف لاني ماركيه في ليفريت فامي ولا لا. تما حكى لي. من بعد تما عرفت كي عرفت ما نكذبش عليك ما ضحكت ما بكيت. شغل صح تشوكيت. ما ضحكت ما بكيت خرجت نشفى لها غزرت فيك قلت له نورمال. واش قال لك؟ واش قال لك باباك؟ كيفاش قال لك؟ قال لي فوالا قال لي انا تبنيتك كنت صغيره جبتك. هو ما جاي يهدرها مسكين. بالسيف ما كيشتو هكاك. قلت له خلاص بابا نورمال قلت له ما دير والو في قلبك وخرجت. لا ما كان. احكي لي هذيك اللحظه لما رحتي وخليتي باباك واش حسيتي؟
شو تحسيت باللي ما عرفت باللي الدنيا ظلامت في وجهك؟ ماشي غير ظلامت، ما تكيري ريحت وتكاكيت مع راسي، قلت بالك ربي بالك صحنا حالي والدي تاع الصح وكامل، بصح شو تعوضني مع خير الحمد لله. علاش ما رحتيش لعند الام تاعك باش تسقسيها ورحتي عند باباك بلوتو؟ علاش؟ انا بخوش البابا بزاف، قريبه للاب تاعك اكثر. وعلاش؟ ملي كنت صغيره بخوش البابا بزاف. شوفي نمرض نلقاه هو، شوط نتقلق نلقاه هو، نحكي له غير ليه اسراري كامل عند بابا. ماما ما نحكي لها والو، ماشي بس ما نحبهاش ولا تحشمي منها، نعطيها الف تحيه ونوجه لها الف شكر ونموت عليها. يعني تحشمي منها هي اكثر من باباك، قريبه لباباك اكثر. داكو. وصحة والأب تاعك كان دائما صديق بالنسبة لك هكا؟ كان قريب لك صحة. مراها لما في سن 15 سنة عرفتي بصفة راح نقول لك عنيفة أنك ماشي بنت هذيك العائلة، كيفاش كانت ردة فعلك مع العائلة هذيك في المحيط تاعك بعد ما يعني كي كنتي صغيره الاطفال كانوا يعايروك هكا قلتي لي، الجيران كانوا يعايروك، المحيط كان يعايرك؟ اسمحي لي اختي سليمه، الجيران ماشي كامل، ماشي كامل. عندي جيراني اللي منا شغل دار وحده، نحبهم ونموت عليهم وجامي جرحوني ما نكذبش. والجيران اللي يعني نحكي لك عليهم رحلوا، رحلوا كانوا معنا ورحلوا، قعدوا غير شويه. معليش، يعني هاد الناس اللي راح نقول يعني بتصرف هكا يا لا إنساني والغير مسؤول، ما على بالهمش باللي يقدروا يدمروا طفلة هكذا في هذاك العمر. مشي هما اللي يقولوا لك، اللي لازم يقولوا لك هما والديك اللي جابوك ورباوك. هي على كل حال شيء صعب، لكن أنا نظن أنه باش الوقت اللازم اللي نقوله للطفل تبنيناه وربيناه هو ابتداء من 3 سنوات. ابتداء من 3 سنوات نبداو نعلموا لهذاك الطفل انه صحيح انك بلك ما نجبناكش، الام تقول له انا ما جبتكش من كرشي لكن جبتك من قلبي. فهمت؟ قلبي هو اللي جابك للدنيا، نحبك اكثر من كل حاجه في الدنيا. وكاين يعني باش الطفل يبدا يتقبل، لانه 3 سنوات الطفل مازال ما يعرفش، لما يفهموه بالعقل 3 سنوات 4 5 6 يبدا يكبر في هذه الفكره. ماشي هو يعرف انه ابن هذه العائله ابن هذه الوالدين، ولما يولي في عمره 15 سنه يعرف. فهذه راح تكون صدمه كبيره له. وكاين حتى برسوم يرسموا لهم رسوم تاع ارنب ولا تاع الاخر، يقول لهم هاوليك هذا يا طفل ما عندوش باباه ولا يماه، هم ماتوا ولا ما كاشهم ولا، بصح جاوا هذوما رباوه ويحبوه ويمدوا له كامل الحب والحنان، يبدا بالعقل. دونك الطفل يكبر بها، بصح كي تكون قنبله 15 سنه سن المراهقه، سي نورمال كو راح تخلي اثر كبير كبير من بعد في حياه هذاك المراهق هذاك والمراهقه. احكي لي كيفاش كانت حياتك من بعد ما عرفتي اوفيسيالمون، من بعد ما عرفتي بصفه رسميه انك انت ماشي بنت هذيك العائله البيولوجيه. با ديجا كنت نقرا بيان، كي عرفت حبست لي كول، وليت ما نعرفش نقرا. وليتي تحسي بلي كامل الناس على بالهم بلي انت ما عندكش هكا. وليت ما نعرفش نقرا كامل، ديجا بابا هبلته ان شاء الله يسمح لي، كان مسكين توجور نسفلها توجور في الصيام، يقولوا له ما جاتش ما كذا ما، وانا كنت ما نحبش نروح. بس كعرف ديجا كنت في الصيام حبست قرايه. باباك حاول يرجعك يماك داركم؟ رفضتي الفكره؟ ما كنتش نحب. ومن بعد ابخي دخلت درت ستاج، حبيت ندخل ندير ستاج، ماشي دخلت تاع واش؟ لا كوافير، كنت عليها. بعد كي نشفى لها دخلت، كنت معايا حبيبتي، شتي سورفي جينيرال، كي جينا ندفعوا الدوسي قرات شهاده ميلاد نتاعي، لقات ابنه كذا منا ما كاش مشطبينه دايرين لي لا شيء. بعد قالت لي داودي راه مغالطين لك، هما كانوا بزاف ديجان هكذا ديجان في
انا حشمت شوط ما لقيتش كيفاش نحكي لها وهما كامل معايا واقفين. قلت لها لا لا مدام ما غلطوليش هذه هي. قالت لي لا غلطولك. قلت لها ما غلطوليش. مشي عيطت انا مشي نيتي نعيط عليها نيتي نفهمها. ضربتني بيها قدام صاحبتي ضربتني بيها. قلت لي ما كاش كيفاش نشدها عليك. خرجت انا يا من تما وليتيش ما عاودتش وليت. من بعد عيطت لها لانسيستون سوسيال. مركز التكوين المهني. انا كانت بخوش ليا بزاف هذيك لانسيستون سوسيال تاع سبيطار تاع زغلده. شوت عيطت لي حكيت لها عيطت لها هي بهدلتها. من بعد موراها دتني معاها للسونتر قعدت لغه تحلل. قالت لي سمحي لي ما عرفتش ما عرفتش. قلت لها نورمال ما فيها والو ما عرفتش. بصح انا ما ندخلش ندير ستاج بس كشوت كيفاش نفهمك. شوت هذوك اللي كانوا معايا كامل سمعوا سمعوا كامل سمعوا. قلت لها ما كاش كيفاش ندخل سمحي لي. ما دخلتش عاودت وليت. بعد ما انا كنت نحب موسيقى مزيه كنت نحب موسيقى. قلت له بابا فوالا فوالا. قلت له انا نحب موسيقى نشفها. كانت الاغنيه تاع خلاص هذيك ولي ليا عيني ندار كاتبتها في الورقه ونغني فيها. هبلتها. قلت له بابا يعني حابه نخرج شونتيز شحال نحب نغني. بابا قال لي ما لقيتي ما تخرجي شونتيز ناس تقرا ناس ما باش تخرجي شونتيز. قلت له لا غنحبها. بعد موراها قلت له بابا تعيش. حللته. قلت له تعيش خليني نخدم دي جي. قلت له نحب الموسيقى نحبها. ما عارضنيش. درتي ستاج ولا دخلتي مباشره كيف ولا باسكو هوايه فقط؟ ولا غير هوايه هكا. جامي في كاع يسقسوني لا درتي ستاج ولا لا. لا انا ما درت حتى ستاج. هوايه ولا ما هكا نخدم. ودوك عندي دي زون نخدم لها 10 سنين ملي كنت 15 ملي خرجت من السيد. داكو. واش قلتي لي؟ قلتي لي نحب نغني. تعرفي تغني؟ ما هذاك هو المشكل. هذاك هو المشكل. كانت عندي لافو ماشي شابه. كنت ندار نغني وكيقولوا لي لافو نتاعك ماشي شابه نضرب معاهم نقول لهم لا لا لافو نتاعي شابه. بصح شنو خلاوني خدمت دي جي مع نساء هكا على عرس كذا. ودوكا كاع يحوسوا عليا يقول دي جي حنان. ما تكونش دي جي حنان في العرس ما كاش عرس سيرتو في حومتي. احكي لي احكي لي شويه على الامبيونس تاع العرس كيفاش جوزيهم كيفاش. والله غندير لهم الامبيونس حال غنكذب عليك. والله باسكو شوفي الكليون توش يحب اختي سليمه يحب كي تضحكي له في وجهه. لا وخاصه انه الان يحوسوا بزاف على لي دي جي فام. دي جي فام بزاف عائلات محافظين بالك يقول لك انا كاين حباباتي معايا ما يحبوش يعيطوا لهم باسكو يتشنفوا عليهم كذا منا. مي انا نورمال. وال يعني الماتيريال يعني تاع الموسيقى هذيك شكون عاونك باش شريتيه؟ غالي شحال يسوى هكاك؟ ماشي غالي. ماشي غالي. شكون عاونك باش شريتيه؟ هي دوك انا بحثو هذاك اللي كان عندي دوك راني مع واحد وليت حومتي. بصح كي شريت نتاعي ما شريتوش غالي. شريتو 17 ماشي غالي. صافا ماشي غالي. بصح ماشي ماتريال ماتريال ماتريال. كشوط جبتو هكذا بوغ دي بوان. بصح اللي راني معاه دوكا شراه غير طاب ميكساج باك 40 مليون. 40 مليون شفتي؟ طاب ميكساج. تما راكو تخدموا مع بعض تقاسموا المبلغ. دوكا عندي 8 سنين وانا نخدم معاه. جامي لقيت بروبليم الحمد لله. الحمد لله. بيت فاميليا الحمد لله. الحمد لله. واحكي لي شويه على علاقتك مع خوتك. مع خوتي. تضحك. بو عندي خويا الكبير يخدم في الصحراء. ما تلاقايش به بزاف. ما تلاقاش به بزاف. بصح عنده مرتو اختي اللي ما جابتها ليش يما نموت عليها وصحبت. مرتو؟ فري بنت فاميليا نحبها بزاف مرت خويا هذه. ماشي مرت خويا اختي. نحبها بزاف. عايشه معاكم؟ بزاف بزاف. باسكو كي جات لقاتني صغيره كان في عمري 10 سنين. مام هي كشغل كانت هكا نحكي لها كلش كدا. الحمد لله جامي لقيت معها بروبليم جامي زعما بزاف بنت فاميليا ونحييها وبزاف صابره مع خويا. باسكو يخدم بعيد. باسكو يخدم بعيد وما يجيش بالشهرين وصافي. هي دايره الدور تاع الام والاب. نكذب عليك. علاش عندها الاولاد؟ عندهم عندها ثلاثه التاليه. طفله جابت طفله سماتها هي سميها. هي اللي كلش مسكينه. هي ربي معاها ان شاء الله. وزيد ومع الاخرين؟ عندي خويا تزوج غير كيما تانيك خويا الهادي هذا اسمه. الحمد لله. وخويا اللي نحبه 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 خويا فاتح الصغير. لا لا الوسطاني. شحال في عمره فاتح؟ حي تزوج في 12 افريل هذا في عمره زايد في 84. 84 اسمها انت اللي انت اللي تديري له العرس تاعو؟ صحاباتي. صحاباتك راح يديروا له. هي مليح خلاص. 84 بزاف نحبه بزاف حنين.
حنين بزاف. وعلاش بالضبط هو 35 سنه في عمره؟ علاش هو بالذات؟ نحب شغل ما يعز فيا والو، اللي نطلبها يعطيها لي، يمدها كشغل بابا. شوفي مام كشغل هذاك خرج لباباك. ايه شوفي مام كي نطلب منه حاجه يضرب معايا في هذيك الدقيقه، ومنه يعيط، ومنه بعد حنين. انا مريحه في شمبرتي تجيب لي دراهم، ولا نضرب معاه زعما راني ضاربت معاه ورحت، يعيط لي يعطيني دراهم هكذا هاكي هكذا، ما تزحفيش. شغل هو يرونجيني بزاف حنين. مام مع ماما ماما تموت عليها، وكانت تسقسيها واش تحبي في ولادك، تقول لك نحي عينيا ونعطيهم الفاتح، باسكو بزاف طايحها طايحها طايحها. شوفي في خاوتي كامل هو جامي قال ماما اوف، هذيك اوف طايحها يعطيها الصحه. شوفي يجي من الخدمه يولي للدار سلات يرقد يعاود يروح للخدمه، جامي قال ماما اوف ولا عيط في وجهها ولا. يعطيه الصحه يعطيه الصحه. وهذه الافعال تاعو هي تهضر عليه اليوم. على بالك يعني سبحان الله، دائما انا نقول انه الله عز وجل ما ينحي لك حاجه حتى يمد لك عشره. هذه انا نقولها، فهذه هي. إيه دونك انت صح بالك ما تعرفيش والديك البيولوجيين، ولكن الله عز وجل شوفي سبحان الله. ماشي ما نعرفش سليمه اختي اسمحي لي. تعرفي انا نعرف ماشي ما نعرف انا بون الراجل ما نعرفوش بصح هي نعرفها. هتعرفي تسكن ايه تسكن في بلعباس. كيفاش احكي لي كيفاش تلاقيتي بها وقتاش تلاقيتي بها وكيفاش تلاقيت بها؟ ما حبيتش. كيفاش عرفتي؟ في لوبيتال كانت عندي صاحبتي مريضة عندها السكر، اوسبيتاليزي في زيرالبا، كنا صغار. كنت نروح ليها وهي انتيك مع لانسيستون سوسيال هذيك مليحة معاها، عرفتني بها. انا حكيت لها ديك لانسيستون سوسيال باسكو انا زايده لتما، جبدت لي الروجيستر تاعها. تجبد لك لو بي في دابوندون. جبدت لي تجبد لك هذه الورقه. قالت لي كلش عليها. ولا ما ولا ما رحتيش ليها؟ ما نقدرش نحوس عليها. علاش؟ ماما تزعف. ما كاش كيفاه. كيفاش تزعف؟ ما نقدرش نجرح ماما كامل. ماما ديجا كنت غير نجبد لها نقولها اني حابه زعما بالقصره تولي تبكي. كي تقولي لها نروح نحوس على ديجا كيفاش نفهمك اختي سليمه، هي اللي خلاتني نورمالمون، هي اللي تحوس عليا ماشي انا اللي نحوس عليها، بس ربي عوضني بام ما خير منها. ما كاش كيف نحوس عليها، وان شاء الله ربي يسمح لها. ممكن يماك تشوف برنامج يفتح قلبك وتتعرف عليك. قولي لي برك اعطيني. تعرفت عليا قولها ربي يهديها. امين ويهدي الجميع. وحنا ما نقدروش نعرفوا ظروفها، انا ما راني ندافع على حتى واحد، لكن كيفاش يقولوا بينها بين مولاها، هذا واش حبيت نقول لك. برك فقط اذا تحبي تعطيني معلومات باش ممكن الام هذه البيولوجيه تاعك راهي تشوف في البرنامج، حتى الاب البيولوجيه ممكن راهو يشوف في البرنامج. اعطيني وقتاش زدتي وين زدتي والمستشفى اللي زدتي فيه، اسم المستشفى. زدت 1995 21 جانفي المستشفى زيرالدا. وفي البي في دابوندون اعطيني برك لو برينون يعني الاسم الام من ولايه سيدي بلعباس. رقيه. رقيه من سيدي بلعباس. كتبوا لك ساعه الولاده؟ على 11:45 دقيقه تاع الليل تاع النهار. تاع النهار. انا نظن انه الى كان يما كي تشوف فينا عندها كل المعلومات باش ممكن هي تتصل بالبرنامج، وممكن هي اللي تحوس تتلاقى بك اذا انت حابه بيان سيغ. قولي لي كملي لي من بعد موراها وليتي قلتي لي تخدمي، كيفاش يعني بقات علاقتك مع باباك؟ احكي لي شويه على باباك صاحبك اللي هو صديقك. بابا بزاف حنين. حنين بزاف وناس مليح بزاف. واش يخدم باباك؟ دوكا دا لا روتخات. كان يخدم في لوبيتال في بلديه دويره، خدم 32 عام، كان يغسل الحوايج اللي مالاد. 32 سنه. من بعد دا تقاعد. داكو. بزاف حنين، مام مع الناس بزاف حنين. نحيها عليك ويعطي. شوفي انا تربيت في حي شعبي اختي سليمه. بابا فري زوالي بصح جامي حرمني من حاجه. جامي كنت صغيره شوفي جامي نلبس خير منهم، ناكل خير منهم، الحمد لله. جام يعني ابدا ولا حسك
انك انت ماشي بنته البيولوجيه ها جامي. وكيفاش كان يعاملك انت واطفاله الاخرين الثلاثه؟ هل كان هو يماك هل كانوا يعني يعاملوكم كامل كيف كيف ولا هما احسن ولا انت احسن؟ كيفاش؟ لا غير انا خير. انت انت احسن كيفاش احكي لي؟ كان انا بزاف ما شوف اخويا كي يجي يهضر معايا هكذا زعما يخليه يهضر معايا يعيط عليا بصح ما يخليهش يرفد يده عليا ما كاش كيفاه زعما ما يحبش عليا بزاف ماشي شويه بزاف يحبك يعني اكثر منهم خاوتي ولاو يغيروا خويا فتح عدو ولا يغير كيف واش يقول له لا غير ولا حبها اكثر منها شفت كان خويا هذا كي نخزر في عينيه نفهمه بلا ما يهضر معايا شفت كي نشوف في عينيه نقول له كاع واش راه يخمم واش حاب يدير واش ماهوش حاب يدير بصح هو يحبوك ثاني هو يحبني خويا فتح هذا ماشي الشك يحبني يحبني صح يحبني ربي يخليك ليهم وانت كذلك يخليهم ليك ان شاء الله نورهان وفي ظل كل هذا يعني كيفاش يقولوا الحياة ما فكرتيش أنك أنت تاني تتزوجي بدورك وتديري تكوني عائلة وأولاد و... ها؟ إن شاء الله خطبوك ما خطبوكش يعني سي خطبوني جي كي كنت كي كان في عمري 17 سنة خطبوني بعد تما كنت صغيرة كنتي صغيرة ما كتبش المكتوب ومن بعد زادوا تاني خطبوني زدت حبست وعلاش عايرني عايرك واش عايرك نكتة سي با فري سبحان الله العلي من الاول كان على باله ولا اكتشف من بعد من الاول حكيتي له الحقيقه كي ضربت معاه ما كاش لي ما يعرفش حكايتي كي ضربت معاه قال لي واش كي حاسبه روحك انت وحده ملقطه قال لك هكذايا اي هكا قلت له يعطيك الصحه بارك الله فيك لتما كرهته قلت لهم كي خلاص كي يبقى غير هو ما كاش كيفاه وكيما كان الحال قولي لي هو يسكن معاكم في تما وين تسكنوا لا ماشي بعيد علينا اها و يعني لما قال لك هكايا باباك ما راحش حكمو خاوتك ما حكيتها لهمش ما حكيتيها لهمش ها ما ندمش موراها سي ندم عيط لي قلت له خلاص ما كاش كيفها قولي له الا دوكا عايرتني فما بالك بعد الزواج هذا دوك هذا وين بدينا ماشي غير هو مام اختو ما مخطوب جا شفي دارهم في الاول ما حبوش قالوا له لا غير هذيك اللي ما كاش كيفاه علاش ما حبوش انا جا الكا تاعي لانه انت بعد اختو ما حشمتش جات حكمتني في الطريق قلت لي ما نكذبش عليك حنان قلت لي ماما ما حباتكش بيسك فوالا وشنو فوالا بلي ما عندكش زعما وكان ما عندهاش اصل وهي ما كاش كيفاه تدي عروسه ما عندهاش اصل بيسك تجيب لها دراري بيسك تجيب زعما ولادها واش راح تقول لهم زعما خمت لبعيد هي واش راح تقول لهم قول لهم انا باب انا يماكم انا زعما يماهم زعما مجهوله الناس لا يماهم هي عندها عائله رباتها وكبرتها وخاوة واقفين في كتافها والدين رباوها وبين أمهم وهاي هاو باباهم فهمت أنا هاد الناس هادوما اللي يبقاو يحاسبوا في الناس على حاجة ما عندهم حتى علاقة فيها لأنه أنت الآن ما عندكش ذنب ما عندك حتى ذنب ما ارتكبتي حتى ذنب أنت جيتي للدنيا ما طلبتيش أنك تجي للدنيا فهمتي فالغلطة يتحملها الناس اللي داروها الوالدين تاوعك بيولوجيين اللي داروها وخلاوك وراحوا فهمتي اما انت فالمفروض انه المجتمع ما يقصش عليك الناس هذو ما تقصش عليك هذا الراجل اللي جاي يتزوج بك عشا يعاير فيك اختو عشا تتعاير فيك فهمت هذا يعني نظن انه ظلم ما كاش ظلم اكثر من هذا وهذا يعني قساوة اننا نقصوا على بعضنا لهذا الدرجة حرام هذا نعايروا بعضنا يعني لهذه الدرجه ما يعني ما نقدرش نتصور انه كاين ناس تقدر تعاير هكا مباشره عباد في وجههم يعني بدون اي
تأنيب ضمير راح نقول. كاين كاين كاين. نزيد نزيدك التالية. عندي جارنا أنا جايزة ضربت مع أخويا نورمال. نيبورت وحدة تضرب مع أخوها. جيت جايزة قال لي معليش دقيقة. قلت له إيه نورمال. قال لي شتي أنا حكمت خو. قلت له ما زيدش تضربها. وأنا أخويا كاع ما ضربنيش ديجا هذه الأولى. شغل عيط معايا هذا ما كان. من حقه أختو. أختو يعيط عليها من حقه وراه البروبلام. وراه المشكل. قلت له كمل. قال لي قلت له باللي زعما ما زيدش تضربها ومهم يكون هذه اختك ماشي باباك ماشي متبنيها بنته. خزرت فيها هكذا ديجا انا هذه الحكايه سمعتها اختي سليمه سمعتها ديجا بزاف. وهي كي شافوا هي حبني بزياده كامل شوط جاتهم في راسهم تاع ودي ماشي مع اللي خو خدم في السبيطار وكامل جاتهم في راسهم تاع زعما ماشي زعما ماشي متبنيني زعما بنته انا زعما انت من صلبه زعما هما راهم يفكروا هكايا هما يخمموا يحبك بزاف تلمو يحبني بزاف جات ولو كاع يهضروا هذه الحكايه في الحومه اللي يحكمني قلت لهم شوفوا هو ماشي بابا حقاني بصح لو كان جا بابا حقاني نفتخر به فوالا كم صافي غران غران بليزير يكون صح بابا شغل ضاقت له هذاك الجار من بعد ما حبش نحكم بابا ونتجرحه كامل حكمت ماما ماما شوفي شام يحكوا منا قلت لي حبوا يديروا النميمه بيناتكم يا بنتي قلت لي باسكو عاملك كواغتك وشوفي بعينك شوفي بعينك قلت لي باباك قلت له انا بابا دايره فيه كونفيونس باسكو ما كاش واحد شريف فوق الدنيا هذه كيما بابا نبصم لك بالعشره ماشي هي يعطيه الصحه بزاف يعطيه الصحه انا اعطوني تحيه على هذا الراجل اللي هذا الراجل اللي مد فرصة لهذه البنت اللي راهي قدامي الآن أنها تعيش وتكبر في وسط عائلي لأنه للأسف في كثير من الأطفال يعاني يعني كثير في مراكز الأيتام بعاد على حضن عائلة يتمناو أنهم يكبروا فقط بين أحضان أولياء بين أحضان عائلة سبحان الله هذا الرجل أعطى الفرصة لهذه الطفلة باش تقول كلمة بابا أعطى الفرصة لهذه الطفلة باش تقول كلمة ماما ممكن أنها وكان تربات في هذا المركز ما يكونش عندها أبدا الفرصة أنها تقول هكذا وهذا الناس يعني للأسف راح ينقرضوا كما يقول لك تلمو ما كاش بزاف فاليوم لازم نشجعوهم ولازم كيفاش يقولوا ننحانيو لهم تحيه اجلال وتقدير لهذا الناس هذه اللي مازال تتكفل بناس وباطفال وتعطي لهم هذا الفرصه الثمينه وكذلك كاين اولياء بزاف اللي مساكن ما يولدوش ومدى بيهم يكونوا عندهم أطفال لكن هما كذلك عندهم عراقيل في أنهم يتكفلوا بأطفال وما عندهمش هذه الفرصة فإن شاء الله أنا كذلك ناشد كل المسؤولين باش يسهلوا الإجراءات وينحيوا كل ما هي بيروقراطية باش يمدوا فرصة للأولياء اللي ما يولدوش اللي عندهم مشكل العقم أنهم يكونوا أولياء وكذلك لهذوك الاطفال اللي راهم يتربوا في المراكز تكون عندهم فرصه انهم يكون عندهم والديهم دونك هذه هي انا الرساله اللي حبيت نبعثها اليوم من خلال برنامج افتح قلبك اذا كذلك حاجه واحده اخرى كاين الازواج اللي ما كتبش الله عز وجل ما يولدوش فالزوجه تجي تقول له اروح نربو هيا نروحو نجيبو نربو نعطيو فرصه لروحتينا والطفل اننا نربوه يقول لها هذا مستحيل انا ما نجيبش واحد مجهول النسب ولا وحده مجهوله النسب ونربيها هذا الوغ يعني الاجر اللي عندهم هاد الناس اللي يتكفلوا غير ربي اللي على باله به ها اجر كبير ما يعلم به يعني كما يقول لك مولاه ينجح في الدنيا قبل الاخره كما قلت مقبلات يعني الله يبني له بيت في الجنه ويكون جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله شوف هذه كامل ربي دارها باش يشجعنا اننا نمدوا فرصه لهذه الايتام باش يتربوا في عائله قولي لي نورهان شكون حبيتيني نجيب لك اليوم بابا باباك واسمه باباك رابح
واسمه السي ربح داكوغ، واش حبيتي تقولي له؟ قولهم له كامل. قوليهم له كامل. ربح ان شاء الله اسم على مسمى، ان شاء الله غير ربح يكون داير به ان شاء الله. قولي لي واش تقولي له الاب تاعك؟ قول له بون، هو قال لي مور عرس خوك نروح نجيب عمره اللي كتب لي ربي. حبيت نقول له بلي نتايا بالخير اللي درتو فيا راك جبت حجه ماشي عمره. صح والله غير صح. اوه ان شاء الله ربي يهنيه، ان شاء الله ربي في السماء يعليه والخير اللي داروا فيا، ان شاء الله ربي يجازيه، ان شاء الله الناس اللي يحبوه يخليه. هذيك صحه. نورهان، نورهان قالت جمله رائعه، قالت انه الاب تاعها حب يدير عمره، قالت انا حبيت نقول له انه لو فات اللي مديت لي هذه الفرصه وحبيتني كبنتك البيولوجيه وعطيتني كل الحب والحنان، راك درت عمره وحجه، دونك سبحان الله اليوم جات للبرنامج تستدعي الاب اللي تكفل بها تشكره وتقول له بابا نحبك بزاف هكا. نموت عليه. نموت عليه. ان شاء الله سيد رابح الاب الاب راح نقول، خلوني نقول الاب نورهان يكون موجود معنا اليوم في برنامج افتح قلبك. نورهان جات لبرنامج افتح قلبك باش تشكر الاب اللي مدلها فرصه انها تكبر وتترعرع في حضن عائله، مدلها كذلك الفرصه انها تقول كلمه بابا، مدلها الفرصه تقول كلمه يما، ومدلها الفرصه تقول كلمه خويا. اذا رباها كان في عمرها شهرين فقط، جابها من مركز الايتام، تكفل بها و كبرها، ولات اليوم امراه جات البرنامج افتح قلبك تقول له يعطيك الصحه بابا اللي مديت لي هذه الفرصه ونحبك بزاف وانت تاج راسي وشكرا اللي مديت لي هذا الحب وهذا الحنان كامل، شكرا كونك صديقي، شكرا كونك مديت لي كل شيء اللي تتمناه بنت من طرف الاب تاعها. يعني في الحقيقه كاين بنات عندهم والدين من صلبهم وما يحكيوش عليهم هكا، يقولوا انه بابانا بعيد علينا، يمانا بعيد علينا، ماشي قراب لينا، لكن اليوم نورهان جات تحكي على اب تكفل بها ومدلها كل هذا الحب والحنان. انا حبيت نشوف السي رابح يعني الاب اللي تكفل بنورهان، انا مقلقه باش نشوفه، نروحوا مباشره عند زميلتي شهرزاد ونشوفوا اذا ضيفها موجود معها. شهرزاد. نعم مدام. واش راكي شهرزاد لاباس؟ الحمد لله وانتيا؟ والله تخبي يا شهرزاد، غير تتحكم فيك بلي معاها ولا لا؟ تعرفي تفيقي معاك. قولي لي معاك السي رابح. راهو معايا السي رابح اللي جانا من الجزائر، والسي رابح قال لي بلي انا نضل نتبعكم في البرنامج افتح قلبك. دائما نتبعها. دائما قال لك دائما نتبعها. ونحبها بزاف بزاف. ويحبها بزاف بزاف، شكرا ليك. قول لي السي رابح. ونسلم على الزوجه تاعي اللي دعمتني باش جيت هنا. هيا تخي بيان مالا، او يسلم على الزوجه تاعو. قول لي سي رابح، شحال في عمرك؟ 62 سنه. الله يبارك، الله يبارك. متزوج بيان سور كيما قلت. عندك دراري؟ عندي 3 دراري وطفله. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. قول لي سي رابح، عندك فكره شكون استدعاك البرنامج؟ ما عنديش فكره بصح ممكن، مانيش عارف. ممكن خلاص مالا، تبعني عند مدام سليمه باش تشوف شكون استدعاك. يا ربي. شكرا. اهلا بك، قولي لي شويه هكا فقط، شويه فقط ماشي بزاف. صافا واش راك؟ لاباس. لاباس؟ الله لاباس الحمد لله. السي رابح. الله يسلمك. تفضل نقول لك السي رابح ولا عمي رابح كيما كيما تقولي. الله يبارك. الله يبارك، مرحبا بك، اهلا بك. الله يسلمك. وقول لي واش من ولايه جيتني سي رابح؟ جيت من ولايه درجي. الله يبارك، الله يبارك. ها واش تخدم سي رابح؟ كنت خدام في السبيطار بكري، كنت نخدم في السبيطار، دوكا دوكا راني لاروتريت. دوكا متقاعد. متقاعد. هاد شحال شحال عندك وانت متقاعد؟ عندي 7 سنين هكذاك. 7 سنين؟ ها؟ راك دير حاجة اونتخ تون مور لي خدمة.
الراحة مليحة مليحة الراحة. خدمت 33 سنة زيد نخدم. والله العظيم قل لي وشنو هي يومية المتقاعد؟ المتقاعد يقضي يقضي ويجي هذا واش يدير. وعندك صحابك تاع الحومة واش تلعبوا؟ دومينو. واش تربح شوية تربح؟ كاين وين نربح كاين وين نخسر. أيوا وشكون اللي تلعب معاهم بزاف؟ الشيوخة. الشيوخة هادو هيا تحية معطي لهم تحية. عطي لهم تحية لهم. تحية لهم. ونحيي موحى البليدي. موحى البليدي واش فينا يا موحى البليدي ان شاء الله هيا نحييوه. قل لي مولف تشوف برنامج يفتح قلبك ولا لا؟ لا نقدري نشوفه صح. وشنو الأشياء اللي تعجبك في البرنامج؟ كلش عجبني فيها. كلش والله كلش. الله يبارك. ونشوفها. الله يبارك. الله يتبعها. وشنو هي القصص اللي قعدت لك في بالك هكا اللي مروا في البرنامج وقعدت يعني حبيتهم بزاف؟ عندي قصه هذيك اللي عجبت تاع السيد هذاك. كاين وحده تاع قصه عجبت تاع قول لي تاع شو تاع الشيخ هذاك اللي جبتوه هنا مع وليده. اها هذيك عجبتني. شو اسمه تاع هذاك اللي عنده متزوج ومرته ميتة؟ اللي جاب وليده باش يتصالح معاه. اها هذاك. اها عجبتك؟ بزاف كاينين اللي عجبوني بزاف. هيا تخبين الله استناوها. ديروها بالخميس هما. نديروها بالخميس كل يوم خميس على قناة الشروق تي في وكل يوم تنين على قناة الشروق بلس بنا. ايبا تخبين. دونك عندك فكرة شكون استدعاك ولا ما عندكش؟ ما عنديش فكرة بصح كي شغل راني عندي شغل شوية شك. عندك شك في من عندك شك؟ عندي شك في بالك في الطفلة بنتي. وعلاش قلت لي عندك شك في بنتك وعلاش؟ انا قلت بالك. شحال عندك الاولاد ما سقسيتكش؟ عندي ثلاث دراري وطفله. وعلاش شكيت فيها ما شكيتش في الذكوره ثلاثه الاخرين؟ الذكوره ما نظنش. علاش ما تظنش؟ باسكو هذه الطفله تبغيني بزاف تحبني بزاف. ايه هذه اللي صح. ما نمدلك لا مؤشرات ولا شيء. راح نوريلك مباشره شكون استدعاك البرنامج افتح قلبك وقل لي لا هذا هو الشخص اللي كان في بالك ولا لا. اوكي شوف معايا. هي بدات. سي ربح علاش راك تبكي؟ قل لي علاش هاد الدموع؟ ها استغفر الله يا رب. تحكي لي علاش هاد الدموع؟ يا اخي مفاجأة مليحة هذه. شو شكون جبت لك؟ أعز الناس عندك صح؟ صح. ها؟ مليحة المفاجأة ولا ماشي مليحة؟ مليحة نبغيها بزاف الطفلة هذه والله غنحبها بزاف. لما هي من الصباح هي تهطر لي بابا بابا با هبلتني. بزاف. قالت لي بابا شوف أعز بالك ما تبغيش يماها كيما تبغيني أنا. قالت لي والله غير قالت لي يما نحبها وتاج فوق راسي. قالت لي بصح بابا وحده. صح. قالت لي الحب اللي كاين بيني بين بابا وحده. صح. قالت لي حتى خاوتي الدراري ولاو يغيروا من الحب يعني. قالت لي يحبني اكثر من خاوتي. سواسوا فهمت. سواسوا انا غير سواسوا. احكي لنا على سر هذا المحبه هذه وشنو هو؟ هذه قصيتها كبيره هذه الطفله. احكي لي هذه الطفله هذه كبيره بزاف. تحب تحكي لي ولا تحب نسمعوها؟ نسمعوها. بدها تحكي لي غير ما عندكش وين تهرب اليوم. نسمعوها نبعثوا لنولي لك. هيا داكو تفضلي نورهان. هاو باباك موجود معنا اليوم في برنامج يفتح قلبك اللي مصباح وانت تهبلي فيها جيبي لي بابا. هاو موجود معك. سعيد نور بابا. مساء الخير. عبالي بلي شكيت بلي انا باسكو هربت عليك.
حق تبيا؟ لا بس الحمد لله والله لا بس. الحمد لله. أنت راك مليحة؟ سابا. الحمد لله. غبت غير النهار توحشتك. بو بابا جبتك لهنا تعبك بلي أنا نحبك بزاف بصح حبيت نقولها قدام العالم كامل بس كنت تستاهل كنت ضمن ديني في عيني نعطيهم لك أنت على بالك ما نسألكش خيرك حتى نموت هذا كما تعوديها ايش قايل لك ونحبك نحبك 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 كان جا ما نعرف كان جا عندي مشي غير ندير لك حجه يا بابا ندير لك مكسر غير تعيشي برك بنتي غير تعيشي برك على ماك اسمح لي لغلطت معك كاش نهار ولا عييتك كاش نهار زيدي هاي الفرصة جاتك نهار سليم أختي كما يقولوا يعجز اللسان عن التعبير صح ما كاش وش نقول له وش نقول له قليل صح 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 وش نقول له قليل بابا هذا هو تاج راسي وكان يخطيني الموت اختي سليمة ما عنديش وقت اخر في الدنيا هذه ربي يخليكم لبعضاكم ان شاء الله ربي امني سقسي يقول لك يمرض بابا نمرض انا ما ياكلش هو ما ناكلش انا كي يمرض هو نقول الضر يجي فيا وما يجيش في بابا نمرض انا وما يمرضش هو ربي يطول له في عمرك ربي يطول له سي ربح احكي واش رايك قبل في المبادره اللي دارتها بنتك والله ما كنت نستنى فيها كاع هذه المبادره والله ما كنت نستنى فيها كاع عيطك هذا هو رد رد الجميل ورد قلت لها في الدار قلت لها عيطوا لي راهم عيطوني منها قالت لي قلت لها وانت اللي قالت لي لا لا مشي انا حلفت لي باللي مشي انا صومي ثلاث ايام قالت لي مشي انا صومي قالت لي لا لا كيفاش واش دارت بوسه؟ ما شتهاش عاودي عاودي البوسه ما شتهاش. اه قل لي فيما شكيت بغض النظر عن نورهان شكون اللي جاك في بالك؟ شكيت في طفله اخرى ثاني. شكون هذه؟ عند وليد خالتي. كيفاش؟ ثاني وليد خالتي عنده طفله. ايه. ومات وخلاها. ايه. كيما تخليها يسمى انا اللي موراها انا يسمى جريت عليها شويه نقول له شكيت انا فيها قلت بالك هي اللي والله شكيت فيها من بعد ايه قلت انا هادو زوج بنتي ولا هادي داكوغ صح احكي لي دوكا شويه على نورهان هي نحكي لك واش حكات لي ولا انت تحكي لي واش فضل احكي لي داكوغ انا نقول لك نورهان تقول لي باللي انا الأب تاعي رباني كان في عمري شهرين سواسو قالت لي مد لي كل الحب والحنان والرعاية قالت لي وعطاني فرصة أنني نكبر في وسط جو عائلي قالت لي يما تحبني بابا يحبني خاوتي يحبوني قالت لي ما نقدرش ننسالو الخير تاعو اللي داره لي لما كانت صغيرة بداو يعني شوية الناس يعايروها يقولوا لها يجرحوها بالكلام وهي ما كانتش تفهم وشنو ما كانتش تفهم وشنو يقولها انت بنت سبيطار انت هكا انت هكا دونك قالت لك انا ما كنتش نفهم واش كانوا يقولوا لي كنت صغيره قالت لك بصح كي وليت في عمري 14 سنه وحده من الجاره زادت عايرتها دونك قالت لي رحت مباشره عند بابا وبدا يدخل لي الشك باللي صح انا نقدر ما نكونش بنتهم قالت لي قلت له اعطيني ليفري فامي دفتر العائله باش نشوف نتحقق قالت لي بابا قال لي انا اللي نجبد لك واش حبيتي كواغط انا قالت لي باش ما حبش يجرحني
قالت لي كي يعني كيفاش يقولوا اكدت عليه جي انسيستي معاه صارحني وقال لي انايا صح جبتك وربيتك بصح انت اكثر من بنتي صح ما جبتكش من صلبي بصح جبتك يعني من قلبي كما انا دائما نقول سوا ايه وحبيتك وربيتك وانت بنتي مهما يكون. قالت لي انا 15 سنه في عمري تاثرت وما حبيتش نبين له. قالت لي جامي ابدا ولا بينت لا ليما ولا البابا ولا لخاوتي ولا حتى واحد. قالت لي بصح انا مضريت في على بالك لاج دو لادوليسونس سن المراهقه ديجا صعيب على الاطفال اللي عندهم والدين فما بالك الاطفال اللي مروا بهذه التجربه الصعبه. فتقول لي بعد موراها وليت ما نحبش نروح نقرا باسكو يعايروني في المدرسه. قالت لي حاولت ندير تكوين مهني كيف كيف زاد وقع لها مشكل مع وحده تقري لتما ولا المديره ولا ما على باليش يوم تسجيل على كل حال في كل مره تمر بهذا نفس التجارب القاسيه. قالت لي كرهت وليت ما نحبش نقرا ومن بعد درت بابا عطاني فرصه اني ندير واش نحب ادير دي جي الان منذ 10 سنوات وواحد الخطره قالت لي تقدم لي واحد باش يخطبني ومن بعد عايرني قالت لي حتى بابا وحتى واحد ما على باله. قالت لي ما شغل عايرني بهذه الكلمه. قالت لي دوكا هذا يعني الكلمه راه يتبع فيا حياتي كامل. انا جيت نقول لبابا قدام كامل الناس هذا الاب اللي مد لي هذه الفرصه باش نشكره ونبوس له على راسه ونقول له نحبك قدام كامل الناس. الله يسلمك صافي سلمنا ونقول له مهما واش راهم يهضروا كامل انت تبقى بابا حب من حب وكره من كره. قالت لي حاجه واحده اخرى انها عرفت شكون الام تاعها من خلال المستشفى. قالت لي بصح ابدا ما حبيتش نروح ليها ولا نعرف شكون. يا هذا الكلام اللي قالته صحيح؟ صحيح صحيح. واش عندك حاجه تزيدها تضيفها؟ انا قلت لها ما تسمعش الناس سوك تسمع واحد يسمع الناس او يروح فيها. صح قلت لها ما تسمعش الناس يتاثر راه انت راكي عندي وانا ربيتك وكبرتك وراكي عندي تاكل وتشرب حتى حاجه ما تخصك. مي كلام الناس هذاك خليه رميه بجيه بصح ياثر كلام الناس مهما يكون يوجع دوك على كل حال يوجع اي بصح كون نبقاو نسمعوا للناس ما دير والو صح ما نافونسي حتى حاجه ما ديرها صح تبقى غير تسمع غير كلام الناس يقولوا صح الناس واش راهم يقولوا صح جاب هذيك وذيك وذيك منا ومنا هذيك الهضره هذيك كاع ما الانسان يحط في راسه كلام والديه صح واش تقول له باباه ويقول له يماه هذو هما اللي يقولوا لك صوالحك ماشي الهضره تاع الزنقه خاطر الهضره تاع الزنقه هذيك ما ديرها حتى ما تجيب حتى نتيجه بصح توجع سيره صح سيب توجع صح توجع حقيقه عندك توجع يعني وين دور يفكروك بهذا الشيء انت تحاول تنسى وما يفكروك بهذا الشيء سوا سوا هذا الشيء اللي قول لنا نسالك سؤال هل انت تشجعها انها تعرف الام تاعها البيولوجيه والاب تاعها البيولوجي ولا لا؟ انا شجعها لو كان تقول نشجعها نورمال ما كان والو ما فيها والو ما فيها هاي سقسيها قول لها واش قالت لي ندير قلت لها ديري جامي نقولوا وقفت لها في صدرها ولا قلت لها هذيك الحاجه ما دير نقولوا حاجه نقولوا تاع الخساره ما نقبلهالاش بصح حاجه تقدر حد ديرها في الصلاح نقولها ديريها لانه انت راك في راحه لماذا؟ لانه على بالك باللي مام اذا لقات باباها البيولوجي راح تبقى انت الاب تاعها الرئيسي بيان سور لانك ربيت وكبرت وتعبت ورجعتها مراه بيان سور فمهما تلقى الاب البيولوجي الاب الوحيد هو اللي ربي الام كذلك مهما تلقى الام البيولوجيه الام الوحيده هي اللي ربات هي زوجتك كذلك صح اللي هي تعي امها ف تقول لي باللي انا خفت نروح نحوس على يما هذه البيولوجيه ماهيش متحمسه باش تعرفها قالت لي انا ما يهمنيش اني نعرفها قالت لي باسكو خلاتني تخلات عليا قالت لي اللي رباوني هذو هما الاخرين مرماوني ما على بالهمش بيا قالت لي خفت يما تزعف اللي هي زوجتك قالت لي ممكن تزعف هي قالت لها ما تروحيش قالت لها لا قالت لها قلت لها واش راك خاصك هنا عندي وقعد وهي حبت قالت لك انا لازم نروح نشوف المراه هذه كيفاش دايره انا قلت لها روحي واش نقول لك ما نقدرش نشدك انا الفتره راهي في لاج ماشي نقدر نقول لا الفتره تاع الانسان انه يعرف ذويه
فهمتني يعرف مين جاي، يعرف شكون الام تاعو، يعرف شكون الاب تاعو. كاين الاف من الشباب والشابات اللي في نفس الوضعيه تاع نورهان وحابين يعرفوا والديهم وما يقدروش. هاي تسمع هاي تسمع انا جامي وقفت لها في الزهراء قلت لها ما تحوشش ما تحوشش على يماك ولا لا هذيك كلام انا ما قلت لهاش لا ابدا ما قالت لي روح نحوس على يما راحت حتى لبلعباس ولقات لا تسمع فيها تلاقات بها ولا ما تلاقاتش ما تلاقاتش بها ما لقيتهاش قلت ما عرفتش المضرب ما عرفتش ما عرفتش حتى بالعباس حوس عليها في بالعباس ما عرفتش مالا نخلي لكم بعد الفرصه تقولي الاسم واللقب معليش وتزيدي تقولي البابا باللي حبوا بزاف ايه يعطيهم الصحه وباللي رحت يعني كيفاش يقولوا تنجحي في حياتك يكون عندك مستقبل وتريحيه وان شاء الله ديري عائله انت بدورك وتجيبي اطفال ويولي جد ان شاء الله ان شاء الله اختي سليمه كي تسنى وقت تتزوج نورهان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي قبل ما نموت ان شاء الله نديرها في دارها ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ربي يطول لك في عمرك ان شاء الله نديرها في دارها سمعتي واش قال لك؟ سمعت اختي سمعتيه؟ انا ماذا بيا تتزوج ودير دار قال لك هي تتهنى وانا نتهنى قال لك ماذا بيا قبل الموت بعد الشر عليه بعد الشر نديرك في دارك ونتهنى يعني من جهتك نكون مرتاح اني ان شاء الله حطيتك في يطمئن من جهتك ان شاء الله قل لي كانت كيفاش يقولوا مشاغبه شويه مشاكسه كي كانت صغيره شويه كيفاش شويه شويه خفيفه كيما نقولوا حنايا خفيفه شويه دير طوايش في الدار دير طوايش كانت خفيفه شويه ايه دارت لكم لومبيونس في الدار بيان سور ايه وعلاش وشنو هو الشيء اللي دفعك انت اب لي ثلاث ذكور انك تزيد تربي طفله وشنو هو الشيء اللي دفعك انا قلت للمراه والمراه هي شجعتني قالت لي نجيبو زوجتك شجعتك جبناها بصح وشنو هو الشيء وربي كل حاجه بالمكتوب بالمكتوب سبحان الله هذه الطفله هذه كي رحت انا للبان نجيبها شفناها وقعيتك وقالوا لنا غدوه من له غدوه من ذاك في ذاك انا كنا نجيبوها ومن بعد غدوه من ذاك عاودنا ولينا ما كنتش راح كاع نجيب شوف المكتوب كيفاه وغدوه من ذاك عاودنا ولينا جبناها وجينا مين جبتوها؟ جبتها من المركز ولا من المستشفى؟ من المركز لا من المركز خاطر هما يخرجوا من المستشفى يدوهم المركز جبتها من المركز انا واش من العام؟ 95 صح؟ هو 95 وشنو الفرق بين التربية تاع البنات والتربية تاع الذكور؟ طفلة حنينة طفلة حنينة كي ديري معاها واش ديري معاها؟ تولي لك تولي لك يقولوا تكرر شوية ما واش كيما الطفلة يقولوا الطفلة حبيبة باباها بيان سور دائما الطفلة تميل تذكر ما يميلش لباباها كيما تميل الطفلة لباباها صح 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 يقول لك اللي ما عندوش البنات ما عرفوه وين كان تمرض تعيط لها تقول لي جيبي لي طاسمة تجيب لك طاسمة الانسان يمرض تجيب له طاسمة صح مي الطفل ما على بالوش ماشي نقولوا ما يسمعش في باباه بصح ما على بالوش ماشي كيما الطفله الطفلات يقولوا الطفله تبكي عند راس باباها اكثر من الطفل صح صح لا الطفله حنينه بطبعها تبكي يعني عند راس باباها اكثر من الطفل الطفله تبكي عند باباها صح مي الطفل ما الطفل يعني ذكر كيفاش يقولوا هو بطبعه عنده هذيك كيفاش يقولوا عزة نفس ما يطيحش الدمعة فاسيلمون فهمت كيفاش بصح الطفلة تبين مشاعرها وطفلة حنينة بطبعها حنينة فور حنينة فور صح وكي تجي تقول لك بابا ودائما تدخل تسقسي عليك تخرج تسقسي عليك وشنو هو يكون إحساس وتقول الحمد لله اللي ربيتها تزيد انت تزيد لك الشجاعة من نفسك تزيد الشجاعة في الإنسان هاو زيد الانسان تزيد له شجاعه انا خطرت نمر تقول لي على ما تروحش للطبيب تقول لي ها روح للطبيب ها روح للطبيب هي تقول لي والله تقول لي روح للطبيب ربي يخليكم لبعضكم ما نطولش عليك وقف لي برك هنا يا سي رابح نورهان وقفي لي اختي العزيزه قولي لي حبيتي تضيفي حاجه نورهان باباك قبل ما يخلص البرنامج بروفيتي قول له استغلي الفرصه
قولوا ان شاء الله ربي يخليه حتى فوق راسي وفوق راسنا كامل ويحبوا بزاف وما قليل. واش تقولي للام تاعك؟ نوجه لها الف تحيه والف شكر ونقول لها نحبك بزاف ماما. بابا ما قريتو كاع واش هضروا لي وكاع واش هضروا تبقى انت بابا اللي نحبو وجامي النظره نتاعي تتبدل من جهتك. امين ان شاء الله. الله بنتي ان شاء الله. وان شاء الله نورهان الام البيولوجيه تاعك بالك ممكن راهي تشوف فينا في البرنامج وممكن هي اللي تتصل بيك وتحوس يعني تتعرف عليك وممكن انها في يوم من الايام تستدعيك هي البرنامج افتح قلبك. وانا متاكده انها ولا عرفاتك راح تكون مطمئنه عليك وتعرف بانك تربيتي اعز تربيه وبين ايادي امنه وبين ايادي اب محب وام محبه واخوه خاصه محبين لانه الاخوه كذلك سند. الاخوه تاعك سند بالنسبه لك. اذا بدون اطاله سؤالي لك سي ربح هل يفتح الستار بينك اليوم بين نورهان؟ انا يفتح الستار ما سقسيش مين با نورهان بكايا تفضلي نورهان صافا صافا هذا دموع الفرحه ها قالت لك ما شفتوش يوم ما توحشتو يومين ما شفتهاش الحس تاعها كاع انقطع والو ربي يحفظكم يخليكم لبعضكم نعاود نوجه رساله كذلك للام تاعك اللي رباتك كذلك زوجة تاعها سي ربح والإخوة تاعك كذلك ونبعث يعني رسالة نعاود نبعث رسالة لكل الناس اللي راهم يتفرجوا فينا واللي ما عندهمش فرصة أنهم يجيبوا الأطفال يقدروا يكونوا أولياء فقط بتكفلهم لابن ولا ابنة وكذلك المسؤولين في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنهم يسهلوا لهم كل التسهيلات باش يقدروا يتكفلوا بيتيم ولا يتيمة. إذا واش نقول لكم يعطيكم الصحة ربي يخليكم أنا فرحت في شفتكم وإن شاء الله ما نسمع عليكم إن شاء الله ما نسمع عليكم غير أخبار الخير إن شاء الله ما تنساش تعرضني في عرس نورهان هكا ربي يخليك يعطيك الصحة إن شاء الله اللي جيتوا نعرضك في الصورة نعرضك عليك شكرا جزيلا نورهان قيبان ربي يخليك صحة شدي بابك. إذا المشاهدين الكرام تلاقاو إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع قصة جديدة وعبرة جديدة. بارك الله فيك.